إلى الدراجات الهوائية للتنقل بين المنزل والعمل بسبب انقطاع المحروقات عنهم. في الغوطة الشرقية بين برد الشتاء وصعوبة تأمين الحطب، يعتمد أبو أحمد بدفع دراجته الآلية على يديه وعزمه يساعده أطفال الحي. نحن مضطرين ننزع بساتين لنجيب شوية حطب لندفي الأولاد أو نطبخ عليه، لأنه الأسد حرمنا من الغاز والمازوت والبنزين، ومضطرين نصبر حتى الله يفرج علينا، وعن تم نقاوم حتى آخر لحظة بعمرنا. ربما أصبح التعب أمرا عاديا في حياة الناس لا يأبهون له، لذلك كان استخدام الدراجات الهوائية التي عادت للانتشار مجددا بعد فقد المحروقات وارتفاع أسعارها إلى حد عجز السكان عن تأمينها، يغنيهم عنها شراء دراجة هوائية باتت تستخدم للنقل والتنقل في مساحة ضيقة بين أسوار الغوطة وحواجز جيش النظام. لكن عودة الدراجات الهوائية للظهور دفع بعض السكان لافتتاح ورشات لصيانتها والاعتناء بها، بل انتشرت الورشات تلك لتصبح مصدر رزق جديد للسكان، بالإضافة إلى بيع قطع التبديل لإعادة تأهيل الدراجات القديمة التي تحتاج للصيانة بعد أن توقفت عن العمل لزمن طويل. أخي الكريم، ها عم اشتري بالبسليكو، لتر البنزين صار ب 2500، ما حاسنين، صارت العالم تنزل هلا على البسليكو، بنزين ما في، لا للسيارات، لا للموتورات، ما في شيء يعني. وهيك يعني الله قدر علينا، شو بدنا نساوي؟ سيارة واحدة ودراجات هوائية كثيرة، هكذا صار المشهد في شوارع الغوطة الشرقية.